لمزيد من التعليق والمتابعة مشاهدينا، إذن بشأن آخر التطورات في غزة ولتسليط الضوء على قرارات قمة البحرين ومخرجاتها، معنا من جنين عبر سكايب عدنان الصباح رئيس مركز جنين للإعلام، كذلك عبر سكايب من القدس راسم عبادات المتخصص في الشأن الإسرائيلي. مرحبا بكما، وأبدأ منك أستاذ عدنان، كيف تنظر لمخرجات قمة البحرين بشأن العدوان على غزة؟ يعني لو أن منظمة دولية من المنظمات الإنسانية ورعاة حقوق الإنسان قررت أن تصدر بيانا يتحدث عن المقتلة التي تدور على أرض قطاع غزة لفعلت أفضل بكثير مما فعل هؤلاء. ويكفي أن نقرأ فيما قاله أبو الغيط الذي اكتشف مؤخرا بعد 8 عقود تقريبا من الاحتلال، وبعد قرن من الاعتداء على أرضنا وبلادنا، أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان. وإذا كان الأمر كذلك، أن الاحتلال والسلام لا يجتمعان، فأي سلام ذاك الذي تصنعونه مع دولة الاحتلال؟ هذا أولا. ثانيا، أن تطالب بوقف المقتلة، بوقف العدوان، ووقف إطلاق النار، وكما يفعل أي إنسان معني بحقوق الإنسان، كما تفعل أي دولة، بل أقل مما فعل رئيس كولومبيا على سبيل المثال، وأقل مما فعلت جنوب أفريقيا، وأقل مما فعلت البرازيل، وأقل مما فعلت تشيلي وكوبا، أقل بكثير. الذي يرى الآن يتحدث يصف ليست مهمة قادة العرب وصف الجريمة، ليست مهمة قادة العرب مطالبة المجتمع الدولي ومطالبة العالم وإدانة ما يجري، وليست مهمة القادة العرب الدعوة لمؤتمر دولي، لأن المؤتمر الدولي الذي تدعون إليه قد يحتاج إلى شهور، وخلال هذه الشهور أيها السادة الأفاضل، ماذا بشأن 2.4 مليون فلسطيني؟ تقولون 120,000 بين شهيد وجريح، من قال ذلك؟ 2.4 مليون فلسطيني بين شهيد وجريح، جرح النزوح جرح، وجرح الجوع جرح، وجرح العري جرح، وجرح غياب الدواء جرح، وجرح النفس جرح، وجرح الفقد جرح. أي جراح هذه التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة؟ وأنتم تتحدثون عن 120,000، من قال إنه 120,000؟ من هو الذي يسكن الآن في غزة يعرف أنه لا يوجد غزي واحد على وجه قطاع غزة، بل على وجه الأرض، حتى الذين هم خارج قطاع غزة، إلا وهو مجروح؟ وبالتالي الذي يطالبه الشعب الفلسطيني، الذي يطلبه الشعب الفلسطيني، وقف المقتلة. وحتى تقف المقتلة على هذا القاتل المأجور دولة الاحتلال، لصديقتكم وراعيتكم وحبيبتكم قاتل مأجور للولايات المتحدة أن يتوقف عن جريمته، وحتى يتوقف عن جريمته يجب أن يأمر سيد الولايات المتحدة أن يتوقف عن هذه الجريمة، وحتى يأمر سيد أن يتوقف عن هذه الجريمة، على سيد أن يعرف أنكم أنتم لديكم بعض الكرامة. نعم أستاذ عدنان، أنتقل إلى أستاذ. ولديكم بعض ضمير. أنتم تتحدثون عن تجرد الاحتلال، اكتشفتم اليوم أن الاحتلال مجرد من الضمير. نعم. طيب أستاذ عدنان، سأعود إليك أستاذ راسم. كما تفضل أستاذ عدنان قبل قليل، وقد وصف الاحتلال بأنه قاتل مأجور لدى سيده الولايات المتحدة، وذكر أيضا
أن هذه القمة اقتصرت على الصيغ الوصفية والتصريحات. اليوم مخرجات القمة، هل من الممكن أن يعني تتحول هذه التصريحات أو المطالبات إلى تطبيقات على أرض الواقع لإيقاف العدوان على غزة، أم أنها كغيرها من القمم السالفة؟ يا سيدي، إذا سألتني عن المستوى الشخصي، لا ثقة لدي بهذه القمم لا العربية ولا الإسلامية، لأن الجامعة العربية وحتى منظمة التعاون الإسلامي وهذه منظمتان خاضعتان لإرادة الأمريكية وللقرار الأمريكي. عندما عقدت قمة طارئة بعد 36 يوما من العدوان على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقمة عربية إسلامية تعقد بعد 36 يوم وتتخذ قرارات هابطة سياسيا ومنها كسر الحصار على قطاع غزة وإدخال مساعدات، لم يترجم أي فقرة من الفقرات حتى بدرجة هبوطها العالية فيما يتعلق بقرارات القمة العربية والإسلامية. و57 دولة عربية لم تنجح لا في إدخال لا قنينة ماء ولا عبوة دواء إلى قطاع غزة. الآن تعقد هذه القمة العربية 33، وللأسف هذه القمة العربية 33 والتي هي تقوم بعملية وصف للحالة الفلسطينية وما يقوم به الاحتلال من عمليات قتل وتدمير وإبادة جماعية واستهداف للمدنيين ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والغذائية. قمة عربية لا تتجرأ على ذكر الولايات المتحدة الأمريكية بالاسم عندما تقول على المجتمع الدولي والقوى الدولية تجنب المؤثرة، تجنب الحسابات الشخصية السياسية والمعايير المزدوجة في القضايا، في معالجة القضايا الإقليمية أو الدولية. من هو الذي يستخدم هذه المصطلحات؟ أليست هي أمريكا؟ وبالتالي هذه القمة يا سيدي عندما تتحدث في الجانب الوصفي وتطالب العالم، لماذا لا تطالب القادة العرب أنفسهم؟ من يقيم العلاقات مع دولة الاحتلال؟ من يطبع مع دولة الاحتلال؟ أعطيني دولة عربية سحبت سفيرها من دولة الاحتلال، قطعت علاقاتها الدبلوماسية والتجارية مع دولة الاحتلال. للأسف بعض الدول العربية كانت تقيم جسر بري لتنقل الخضار والفواكه تعويضا للاحتلال عن النقص في هذه المواد نتيجة عملية تشريد المستوطنين من شمال فلسطين وجنوبها. ولذلك عندما تقول لي في هذه القمم العربية، أنا أعتقد عندما فقط ما يطبق من هذه حسن الضيافة وشكر الدولة المضيفة في هذا الاتجاه، ولكن بقية البنود هي حبرها يجف بعد مخاضرة قاعة الاجتماعات. يجب أن يكون هناك آليات لتطبيق قرارات القمم العربية. الاحتلال منذ احتلال فلسطين ومنذ الغزو الصهيوني الأولى لفلسطين وحتى اليوم، هل التزم بتطبيق أي من قرارات الشرعية الدولية؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تخلت عن الحماية السياسية والقانونية لدولة الاحتلال في المؤسسات الدولية والتي هي بمثابة الأم للنظام الرسمي العربي؟ هم يعبدون أمريكا أكثر مما يعبدون الله في هذا الاتجاه. هل تخلى الاحتلال عن عمليات القتل، عن عمليات التدمير بحق الشعب الفلسطيني وبحق الشعوب العربية؟ نتنياهو اليوم يا سيدي ماذا يقول؟ نتنياهو اليوم يقول نحن سنقوم بالقضاء على كتائبهم، بل سنقوم بمنع أنابيب الأكسجين التي تصل إليهم، والمقصود هنا الأنفاق من أجل الهروب أو جلب المواد الغذائية وغيرها من خلال هذه الأنفاق. لذلك عندما يتبجح قادة الاحتلال بتحدي كل قرارات الشرعية الدولية وتجعل أمريكا معبودة ومعشوقة الزعماء العرب، دولة الاحتلال ليس فوق القانون الدولي. مقياس القانون الدولي هو إسرائيل. إسرائيل هي بمثابة البقرة المقدسة التي يجب ألا تمس في هذا الاتجاه من قبل أمريكا والغرب الاستعماري. حالة ثورة طالبية شاملة تحدث في الجامعات الأمريكية والجامعات العربية والجامعات الأوروبية، بينما هناك سبات عميق عربي وإسلامي وحالة موات. إذا لم ينتصروا ل 120 ألف شهيد وجريح ومفقود في قطاع
غزة، والآن أصبحت غزة منطقة غير قابلة للحياة، 70% من منازلها دمرت ومشافيها أخرجت عن الخدمة. ونطالب ونناشد والمجتمع الدولي والقوى الدولية، وكأنه صليب أحمر أو منظمة دولية في هذا الاتجاه كان بيانها أشرف وأفضل للشعب نعم الفلسطيني السعادة. من بيانات هذه القمم التي لم تعد مجدية ولم يهتم بها لا القادة إلا الشعب الفلسطيني. حتى الصحافة الإسرائيلية لم تأتي على ذكرها بدلالة أنها تعرف مخرجات هذه القمة وماذا ستخرج به هذه القمة. تجاهلتها. نعم إما نعم تفضل. نعم أستاذ، أيضا أستاذ راسم، من ضمن هذه المطالبات على غرار ما تفضل به أستاذ عدنان، على غرار هذه المطالبات أيضا، ما رأيكم بالدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين؟ أستاذ راسم، كل قمة عربية وكل قمة إسلامية وكل لقاءات مع الإدارة الأمريكية دعوة إلى عقد مؤتمر دولي. نحن نريد ترجمات عملية، لا نريد أن نستمر في مثل هذه القضايا وعقد المؤتمرات، مؤتمر دولي للسلام ومؤتمر لتطبيق حل الدولتين بدون خطوات عملية لتطبيق قرارات الشرعية الدولية. الولايات المتحدة الأمريكية يا سيدي اتخذت فيتو ضد الاعتراف بعضوية فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. هل الولايات المتحدة الأمريكية ستوافق على إقامة دولة فلسطينية وهي مصطفى خلف نتنياهو، من بايدن إلى البايدن الصهيوني، إلى بلينكين اليهودي، إلى جاك سيلفيان الصهيوني اليهودي، إلى بقية أعضاء الإدارة الأمريكية؟ لا يريدون لا منح الشعب الفلسطيني لا دولة من خلال لا الشرعية الدولية، والتي قامت دولة الاحتلال بقرار من الشرعية الدولية، ولا من خلال النضال والمقاومة الفلسطينية. نحن ندرك طبيعة هذه الإدارة الأمريكية، إذا لم يكن هناك مواقف عربية وإسلامية قوية في هذا الاتجاه، على الأقل تعيد للعرب والمسلمين جزء من كرامتهم وجزء من احترامهم. هذه أمة يا سيدي يعتبرونها في حالة موات عربي إسلامي. إذا لم ت... هل هذه الأمة ستنتصر للأقصى في يوم من الأيام؟ يعني دعني أقول، جولدا مير كانت رئيسة وزراء للاحتلال عندما أحرق يهودي من أصول أسترالية مايكل دينيس روهان الأقصى في 21 شباط 1969، قالت طوال الليل أبكي خوفا من أن الجيوش العربية والإسلامية ستنتصر إلى الأقصى وستقوم بمهاجمة دولة الاحتلال وإنهاء وجودها. عندما طلع الفجر ولم يحصل شيء قالت الآن نستطيع أن نفعل كل شيء، هذه أمة مجرد ظاهرة نعم صوتية. أستاذ. طيب أستاذ عدنان، أيضا لننتقل إلى الصحافة الدولية، كثير من الصحف الدولية خصوصا في الآونة الأخيرة تؤكد أن إسرائيل أو سلطات الاحتلال لا تبدو قادرة كما يزعم قادتها بالفعل على تحقيق النصر، بل بعض الصحف الدولية أكدت أنه أكثر ما يهدد أمن واستقرار ومستقبل إسرائيل يأتي من داخلها. ما المقصود برأيك بهذا الكلام من الصحف الغربية؟ أولا الاحتلال اليوم وتحديدا جيش الاحتلال يعيش أو وضعته المقاومة في حالة تشبه حالة ثور الساقية الذي يغمضون عينيه ثم يقضي نهاره يدور دون أن يفعل شيئا ودون أن يدري ماذا يفعل ولماذا يفعل ذلك، وهم أيضا كمن يشبه أولئك ذاك المحكوم بالأشغال الشاقة الذي يقوم بنقل كومة من الحجارة طوال 20 عام من مكان إلى مكان دون أن ينجز شيئا. هذا هو الحال الذي أوصلت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال إليه، هو يذهب إلى جباليا ثم يذهب إلى خان يونس ثم يعود إلى جباليا ثم يعود إلى بيت حنون ثم يعود إلى جحر الديك ثم يذهب إلى، هذا هو الحال. وأكثر وصفه بوضوح كان جالانت الذي قال نحن لا نستطيع أن نبقى هناك، وبعض قادة الأجهزة الأمنية قالوا لقد انتهت الحرب، انتهت المعركة، ليس لدينا ما نفعل ولا نستطيع أن نفعل شيئا أكثر، ولن نستطيع أن نفعل شيئا أكثر، لأن الدوامة التي وضعوا بها
لا يمكن أن تنتهي إلا بأن كما طالب بعضهم من الأكثر عنصرية وفاشية بقنبلة نووية وخلصوا وريحوا راسكم. أما هذا الشعب الفلسطيني الذي يعتقدون أن بإمكانهم أن يصنعوا فرقا أو خيطا أو شقا بينه وبين مقاومته، وصلوا محدا من الغباء هم ورعاتهم، لأنهم لا يريدون أن يدركوا أن المقاومة هي الشعب، وأن الشعب هي المقاومة، وأن الذي يقاتل في جحر الديك عائلته هي التي تستشهد في خان يونس وفي رفح، نعم وأن القتال المتواصل هذا لا يمكن أن يتوقف لسبب بسيط، أن حين تقول المقاومة أن مطلبنا يبدأ من وقف الحرب ثم نتقدم، وأن وقف الحرب هو مطلب لا نقاش به ولا نقاش عليه ولا مجال لأن نساوم في هذا من هنا الموضوع. أستاذ عدنان، السبب باختصار، نعم، كيف تقرأ أيضا تصريح إسماعيل هنية قال إن حماس هي التي ستقرر اليوم التالي؟ بالتأكيد، لأن لا أحد، واسأل وعلينا أن نسأل لماذا حتى هذه اللحظة؟ هل حقيقة أو هل يصدق عقل أن دولة الاحتلال بكل مراكز دراساتها ومؤسساتها وهيئاتها، وهي دولة تحتل فلسطين منذ 8 عقود تقريبا، لا تستطيع أن ترسم صورة ما وتقدمها لذاتها، لمؤسساتها، لجيشها، للولايات المتحدة صاحبة المقتل وسيدتها عن اليوم التالي للحرب؟ هل هذا حقيقي؟ هم هناك خشية. الذي جرى يوم 7 أكتوبر أن الولايات المتحدة والقاتل الماجور قالوا بصوت واحد: لدينا 3 أهداف، أن نتخلص من حماس سلطويا، أن نتخلص من حماس عسكريا، أن نعيد المخطوفين. وفي السياق بعد كم كذا يوم إذا كنتم تذكرون أضافوا هدف واحد: وحدة الدولة، دولة الاحتلال. طيب، هم وضعوا أنفسهم في قيد بأهدافهم هذه حتى اللحظة. نحن نتحدث عن منتصف الشهر 8 تقريبا، لا شيء على الإطلاق من الأهداف الـ3 والملحق تحقق. إذا جاء اليوم بنيامين نتنياهو وقدم تصورا ما عن اليوم التالي للحرب، وهو يدرك أن الأهداف الأولى التي حققها، التصورات الأولى التي تحققها هو وسادته، لم تتحقق. نعم. وبالتالي الأفضل واضح. له الآن نعم. أن يتحدث بالعموميات، نعم. أن يترك نفسه نعم حرا، أستاذ عدنان، وأن أعتذر يتخلص منك من القيد الذي وضعه حول ركبته وركبة جيشه. وأعتذر كذلك من السيد راسم عبادات. إذن عدنان صباح، رئيس مركز جنين للإعلام، وراسم عبادات الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لكما.